ايه المكونات اللي عندي للطاجن بتاعنا بتاع النهارده؟ عندي شويه من الكبده متبله اسكندراني، وهتنزل لكم مقادير التتبيله بتاعتها، وهي بتبقى كمون وكزبره، خل، ليمون، ملح، فلفل وتوم، فهي حاجه بسيطه جدا. عندي هنا شويه فلفل رومي، فلفل شطه اخضر واحمر متقطع صغير. عندي هنا شويه من الرز المغسول والمتصفي ني، طبعا مش مطبوخ. عندي هنا لبن، وعندي شويه من الكريمه، ولو مش عايزين ممكن نخلي الكميه كلها لبن، انا بس بحب ازود الكريمه عشان تدي احساس كريمي كده. وعندي في الاخر شويه الحاجات اللي زي اللي تبلنا بيها الكبده، هنتبل بيها اللبن نفسه. عندي فلفل ابيض، عندي كمون، عندي كزبره ناشفه، وفي الاخر عندي شويه من البابريكا. بعد ما ننزل كده لو حسينا ان احنا عايزين نزود شويه هنزود، خلاص هديها تتبيله. ودايما لو بسخن الطاسه بتاعتي وعايزها كده تسخن، عايز اعرف هي سخنت ولا لا، ممكن نديها، بصوا اهي رشه كده من الميه بايدك، اول ما هتلاقيها ابتدت تطرقع تتبخر يبقى احنا كده تمام، نقدر ننزل بالزيت بتاعنا او بالكبده بتاعتنا. وعلى طول هنزل على الكبده شويه من الفلفل الرومي، مش كتير، شويه من الفلفل الحار. سيب الكبده بتاعتي تاخد شويه السوا بتاعتها. عندي هنا اللبن اهو، هنزل فيه الكريمه، هنزل فيها شوية التوابل بتاعتنا، الفلفل الأبيض، الكزبرة، الكمون. والبابريكا. وفي الآخر هزود الملح والفلفل الأسود. مضرب كده. في كذا خطوة بتفرق لي قوي بقى، الكريمة في الوصفة دي بتفرق لي قوي، التوابل اللي بنحطها في الميكس بتاع اللبن. هجيب بولة اهو وهطلع بالكبدة بتاعتي على طول هنا، خلاص. شوية بقى الدهون شايفينها مكان الكبدة اللي موجودة دي، هو ده بالظبط اللي انا عايزه. هاخد كده ميكس اللبن بتاعي وفي نفس الطاسة هننزله. احنا هنا بنستعمل اللبن ضعف الكمية بتاعة الرز، فاحنا هنا مثلا حاطين كوبايتين رز، فالمفروض 4 كوبايات من اللبن، انا هنا حاطط 3 كوبايات ونص من اللبن عليها نص كوباية من الكريم. طيب احنا دلوقتي هنسيب اللبن بتاعنا يسخن، وعايز الحقه قبل ما يفور على طول، ونديله تقليبة وبناخده ننزل بيه على بقية الخليط بتاعنا وندخله على طول في الفرن. انا اول حاجة بعملها باخد شوية من الرز بحطه بس تحت خالص كده في البيز، وتبقى طبقه رفيعه. انا بس ايه عشان اتاكد ان الكبده انا مش عايزها تلزق وما تتحرقش. بص، وباجي كده بالكبشه بوزع بس الرز اهو، عشان نتاكد بس ايه على قد ما نقدر ان كل حته كبده هتنزل تحت دلوقتي في البيز تبقى مرفوعه على حته من الرز. بص يبقى بالشكل ده كده. طيب الخطوة اللي بعد دي ايه؟ هاخد الكبدة وهنبتدي نرصها كده بالشكل ده. هبتدي بقى اعمل ايه؟ نكبس كده، نحاول نسويها كلها سوا واحد. بس عايز ادي تقليبة كده سريعة للميكس بتاعنا بتاع اللبن. زي ما قلت لكم عيني دايما عليه، انا مش عايزه يفور، انا عايزه اول ما يبقى يبتدي خلاص هيفور هرفعه من على النار وابقى انا كده تمام. ناخد بقيه الرز نبتدي بقى ايه نوزعه فوق طبقه الكبده. وبالكبشه كده اهو نبتدي نساوي الرز بتاعنا، زي ما قلت لكم يبقى بس ايه مغطي على الكبده كلها.
انا كده خلاص الطاجن بتاعي اتبنى وجاهز مستني على طول. هتلاقي حتى حروف اللبن اهي ابتدت تتهز وتتحرك، يبقى احنا خلاص بنتكلم في دقيقه. فالخطوه الجايه بتاعت دي انه هيبتدي يقلب ويفور، فاحنا كده تمام قوي. وخلي بالك هو لو هيغلي الكريمه هتبتدي تتقل من واحنا هنا، واحنا مش عايزين كده. فنضرب كده اهو زي ما قلت لكم. بقى الخطوه المهمه بتاعتنا دلوقتي هي ايه؟ ان احنا بالكبشه كده واحده واحده نبتدي نوزع اهو الخليط بتاعنا. معلش بتزود لنا دقيقه يعني من الشغل، لكن بتفرق قوي. قبل ما انزل اخر حته دي السباتولا كده، عايز اجيب البهاريز الظريفه دي كلها اهو، وانزل اخر شويه خالص بالشكل. خلاص بنينا كده الطاجن بتاعنا، حته من الفويل نقفل عليه كويس قوي. اهم حاجه عندي بس ايه؟ مقفول على قد ما نقدر كويس قوي. خلاص هناخد الطاجن بتاعنا زي ما قلت لكم هندخله الفرن، هيقعد تقريبا بنتكلم فيه نص ساعه.